متابعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف السي مصطفى الحياة، نائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وأيضا كان يشغلوني نائب رئيس أو نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في التجربة اللي كانت يشرف عليها السي عبد العزيز العمري، التجربة السابقة. نستضيف السي مصطفى الحياة من أجل مناقشة الأوضاع اللي تتعرفها مقاطعة مولاي رشيد، وأيضا التجربة الحالية في مجلس مدينة الدار البيضاء. السي مصطفى مرحبا بك. حياكم الله، شكرا على الاستضافه، شكرا لانفاس بريس، وشكرا للسي بوستا على اتاحه الفرصه للتواصل. سي مصطفى، من تسيير مجلس مدينه الدار البيضاء الى المعارضه داخل مجلس مدينه الدار البيضاء بعد مرور سنتين، واش ولفتوا شويه المعارضه؟ نعم، احنا اصلا كنا كنديروا المعارضه احنا في التسيير هذه خصوصيه ديال العداله والتنمية، لا في الحكومه لا في الجماعات اللي كنا كنسيروها ما عمرنا كنا ناس ديال، بالعكس مع كامل الأسف في الولاية السابقة اللي كنا فيها كنسيروا الدار البيضاء معارضة ما كانش، احنا كنا نديرو بجوج يعني، واخا هادشي وضع انتم محتكرين الوضع الحمد لله ماشي إشكال. احنا بالنسبة لنا يعني كنقوموا بالواجب ديالنا في الولاية الحالية. حقيقة احنا كنا نفس السابق دخلنا معنا هيئات سياسية أخرى، واخا ما كناش محتاجين لهم من ناحيه الاغلبيه، كانت عندنا 75 عضو، ما احتجنا ما احتاجيش ندخلوا معنا حتى شي حزب سياسي. ورغم ذلك دخلنا معنا حزب التجمع الوطني للاحرار، وكانوا معنا النواب ديالو كيمارسوا معنا المسؤوليات في التدبير ديال المدينه. العمده الحاليه كانت ايضا نائبه في، وكانت نائبه معنا، السيده الرئيسه كانت نائبه معنا مكلفه بالشؤون ديال حفظ الصحه وكذا، وكانوا معنا نواب اخرين منهم السي حتدي كان مكلف بالنظافه، يعني منهم السي بالرحيم كان مكلف بالنقل. فبعد جاو هما يعني نهائيا، واش شي حاجه شي اشراك شي كذا، واش كنتو تتسناو نتوما رد الجميل خاصه انكم كنتو نتوما في عداله والتنميه وكلفتوهم بقطاعات اللي هي مهمه، النظافه والنقل، كنتو تتسناو رد الجميل ولا لا؟ ماشي رد الجميل، حنا كنتسناو مصلحه المدينه. دابا لمصلحه من مثلا تغيب العداله والتنميه في ملف بحال الملف ديال راليدك، يعني لمصلحه من ف وملفات اخرى، انا عطيتها مثال بلا ليدك. يعني حنا مصلحه المدينه كان خصو واحد النوع ديال الاشراك، ما يكونش يعني واحد. والحمد لله دابا حتى في الوضع ديالنا في المعارضه راه كلشي القاسي والداني كيشهد بان التدخل ديال المعارضه ديال الفريق ديال العداله والتنميه، تدخلات كلها تدخلات الحمد لله توجيهيه تدبيريه، يعني كتنم على واحد الخبره، لان هذه مدينتنا واش بعد انتخابات يعني نؤدي دورنا من اي موقع. بعد انتخابات تاع 8 شتنبر 2021 حسيتوا بانكم يعني كاين هناك من يحاول تهميشكم واقصائكم داخل مجلس مدينه الدار البيضاء؟ ماشي داخل مجلس مدينه الدار البيضاء، حسينا اللي باغي يقصينا من البلاد كامله ماشي داخل جامعه الدار البيضاء. حنا دابا نهضروا على مجلس مدينه الدار البيضاء. ايوا على مجلس مدينه الدار البيضاء كاين رغبه في الاقصاء، كانت حاضره، لانه ماشي معقول وما مقبولاش يعني اننا ننزلوا من 75 ل 18. يعني كان الشعب قال لكم بارك عليكم، والشعب قالها ما يعني توقع لها. فعلى كل حال المهم كانت داروا لنا بحال داكشي ديال سروال وعلي، فرش قصه ديال سروال علي قرينا بعد كنا باقيين صغار. هذا علي طلب من الام ديالو باش تكفف ليه السروال ديالو، خواتاته حتى الاولى والثانيه والوسطى والكبرى والصغرى. ففي الاول اعتذروا لي كاملين، قالت لي قالوا لي ودي ما عندناش الوقت، شويه مورقات واحد شويه الوقت كفات شويه، جات اختو تاعي الكبيره كفات شويه، تلقات الوقت كفات شويه، تا ولا داك السروال ولا قرصون. ربما كانت شي توجيهات شويه من الفوق، ولكن بقات لتحت لتحت كاع الناس ولا في السلطه مقدم، تا هو دار جادو ودار قياسه تا هو. وعلاش ما خرجتوش في هذا الوقت كتزوا هذه الهضره هذه؟ احنا قلنا بان قبلتوا بالنتائج؟ لا ماشي قبلنا، قلنا بان غير مفهومه. قلنا بان غير مفهومه، ويعني واضحه بان احنا بالنسبه لنا احنا ما نبقاوش في التسيير الى الابد، ما كاينش شي حزب كيبقى في التسيير الابد، ولكن كان يمكن نقولوا نجوا الثانيين نجوا الثالثين نجوا الثامنين بزاف. ولكن ما تنساوش ان الناس البيضاوي عاقبوكم لانهم كانوا تيتسناو من تجربه العداله والتنميه، خاصه كما قلت يعني كنتوا عندكم 75 عضو تسيروا بطريقه اريحيه عكس سي سجيد اللي كان دائما تلقى مشاكل على مستوى التصويت، ثم كتسيروا بطريقه اريحيه بيضاوي تعتقدوا ان في التجربه ديالكم غتدار البيضاء فرصه، ولكن لقوا بان لم يتغير شيئا بالنسبه لهم. بالعكس الحمد لله. وكان العقاب؟ لا بالعكس بالعكس لا بالعكس. انا كنقول بانه ما كانش بيضاوي ما عاقبوناش. نعطيك انا مثال مولاي رشيد،
داكشي اللي درنا في مولاي رشيد الحمد لله، داكشي لا في الملاعب لا في الطرق لا في البنايات لا في كل شيء درنا نعجب لك حال في مولاي رشيد. واش نتساهلوا العقوبه في مولاي رشيد؟ لا، كانت ظروف سياسيه تبدلت، ظرف سياسي كنتفاهموا هذه بلادنا وكنتفاهموا. واخا نخلوا يعني نوصلوا لمولاي رشيد، قبل ما نوصلوا لمولاي رشيد التجربه دارت الان دابا التحالف يسير مدينه الدار البيضاء، الحزب التجمع الاحرار، الأسرى المعاصرة، الحزب الاستقلال بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري. كيفاش تشوفوا التيار تاع هاد السنتين تاع هاد الناس هادو؟ وعلى كل حال هما تيقولوا كما هما قالوا لك جبنا الربحة نسيروا المغرب كامل. لأن يعني التحالف اللي كاين في جماعة الدار البيضاء هو اللي تنفسه التحالف الحكومي. فيعني هذا في الحقيقة في تقديري ما خصوش يكون أوتوماتيكي، يعني أنه تقدر واحد المدينة يكون فيها تحالف اخر هو اللي في صالح المدينه، ولكن ديك الـ يعني بغيت تقول ديك القسريه في الفهم ديال التنزيل ديال التحالف من تحالف مركزي للتحالفات على مستوى المدن كان فيه ضرر كبير للجماعات الكبرى. كان فيه ضرر كبير للجماعات، والدليل الارتباك اللي وقع دابا. يعني الحقيقه لا ما يقولش الناس، يقولها صحافه وماشي صحافه، كيقول لك اودي بان فرق كبير بين الطريقه باش كانت غاديه المدينه واش كانت كتمشى واش كانت كتسير، كيقولوها حتى الموظفين تيقولها الجميع. شنو الفرق يعني؟ الفرق هو النظام والانتظام. يعني هنا الحمد لله كانت امور الدورات كتمشي بقواعدها. انت دابا تمشي بقواعدها؟ احترام النظام الداخلي للتوقيت؟ لا ماشي هذا هو الجزئيات، حنا ما كنتكلموش ولا النقاط، الارتباك في اعداد جداول الاعمال، الارتباك يعني جدول الاعمال كيصيفطوا لك برنامج العمل مع ذلك بغيو يصوبطوه، داروا شي 12 نسخه ولا 13 نسخه. النسخه الاولى عاود يبدلوه، النسخه الثانيه يبدلوه، النسخه الناس ما عندهمش تجربه. يلا على كل حال احنا حتى شي واحد ما زاد نكرش معلم، ولكن مع ذلك كاين ارتباك واضح للعيان في جماعه الدار البيضاء وفي التسيير ديال جماعه الدار البيضاء. بالنسبه للمشاريع الان اللي انطلقات في اصلا انطلقات في عهد التسجيل، ثم كملتوا ثم يعني كان الاستمرار ديالها حتى الساعه، بعض المشاريع تنشوفوا بان باقا متوقفه، باقا الناس بيضاء وما تعرفوش متى غتنطلق هذه المشاريع. هو المشاريع الاساسيه فعلا انطلقت في عهد السيد الرئيس السابق اللي كنت نائب ديالو. يعني السيد الرئيس السيد سجيد سي محمد سجيد، يعني كنت نائب ديالو، كنت عندي اكبر تفويض وكنت كنسير 75% من جماعه الدار البيضاء، ماشي غير الطرق والمساحات الخضراء والبنايات، حتى يعني الباركوطو، حتى الكاربيرون، حتى التليفونات، حتى لي زورديناتور، حتى يعني الحاله المدنيه، كلشي داكشي كلشي كان الحمد لله كذا. وفعلا السيد الرئيس كان واحد الثقه، وكان واحد يعني، وكما قلت لك واخا هكاك ما كناش كنقولوا نعم لكلشي. يعني راه الاخوه كاملين في الصحافه راه كانوا متبعين الخرجات ديالي الاعلاميه، الا كانت الامور ماشي هي هذيك راه كنت كنخرج اعلاميا. يعني كما قلت لك قبيله كنا كنديرهم بجوج، لا في العهد ديال السيد الرئيس ولا في عهد السيد الرئيس سي عبد العزيز العمري. على كل حال المهم بالنسبه لنا احنا الفتره ديال السي سجيد فتره مهمه، ولكن السي سجيد ما كانش بوحدو، كاين خصنا نذكروا السي القباج السيد الوالي. هذاك كان بحقيقه هذاك السيد كان يعني واحد المدبر اللي ماشي ساهل. السيد الرئيس جا وهو وياه، وكان واحد وكانت مشاكل من بعد مشى السي القباج، كانت مشاكل من بعد عند السيد الرئيس، تحولت الامور وتبدلت الاحوال وضربت شويه عنده الاحوال في الاخر ديال الولايه. ولكن بالنسبه لنا المشاريع المهمه تمت، مثلا المشروع ديال الترامواي مثلا راه من تما بدا. وفي العهد ديال السي سجيد فاش دشن وفاش كذا الاول الخط الاول فواحد 6 مليار ديال الدرهم و400، دابا كاين خطوط اخرى 16 مليار ديال الدرهم، لان المشاريع المتوقفه ماشي متوقفه، هي متعثره شي شويه نتيجة الظروف ديال كوفيد والظروف ديال الوباء اللي كان اللي ضرب العالم كامل، والبلاد ديالنا تاثرت والمشاريع تاثرت، كان شويه ديال الظروف ديال التعثر مفهومه، ولكن بعض الخطرات بعض كتبقى غير مفهومه. دابا انا شخصيا دابا انا شخصيا كنفهم يعني بعد التعثر في الاشغال، ولكن ما نفهمش كيفاش الباصواي دابا جوج ديال الخطوط، انا كندوز من الخط ديال شارع القدس، يعني راه خصهم يبدلوا لهذاك الطوبيس يبدلوا له البنوات. يعني راه صافي راه تلحسوا
سيروجي 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 يعني هذا واش هذا فتره كل فتره ديال ليزيسي. وانا سولت الناس ديال كازا كازا ترونسبور وقالوا لي ماشي منهم هما اذا من التدبير ماشي تدبير سياسي ماشي من تدبير ديال كازا ترونسبور. اذا هنا كاين نتيجه. شوف شوف هضرتي على الباسواي وعاد رجعوا للتجربه ديالك مع السي سجيد هضرتي على الباسواي ما تنشوف ان المشروع كان يعني مشروع فاشل يعني لا 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 يعني الناس كانوا تعتقدوا بانه حافلات كهربائيه كذا تقال بان حافلات عاديه عندما مرخص لا هذوك الحافلات كتسمى الحافلات عاليه الجوده باش من عاليه الجوده اش من الجوده اللي فيها عاليه حنا واش ركبتوا بها بعدا باقي ما ركبناش باقي تركبوا بعدا الحكم على الشيء فرعون عن تصوره. هذاك الحافلات كتسمى لي بيس او نيفو دو سيرفيس حافلات عاليه الجوده. هاد الحافلات عاليه الجوده مضبوطه في التوقيت ديالها بحيث انه تحقق على المكنه ديالك المفروض يعني في 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 وفي القرب ما بين ما بين الطوبيس والطوبيس يعني ما في المجيء ديالو بس الزمانيه تكون قليله اي ف يعني هذا شيء يعني الحمد لله غادي يكون مكسب. ثم انها غادي تكون في واحد الظروف ديال الارياحيه وكذا وغتكون تقدر تكون شي زايده شويه في الثمن ولكن غتكون متكامل لان هذا الشيء كلشي تحديد تاع الثمن بالنسبه لي غيكون زايد المجلس غيكون زايد لا المجلس اللي غيحدد ولكن غيكون شويه زايد على الاخر لان ما يمكنش يكون نفس الثمن لقاش كاين واحد الباكيج كاين واحد واحد تكامل تكامل بين 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 الوسائل كلها خاص الترامواي يتكامل مع الباسواي يتكامل مع لي بيوس اللي كاينين دابا الحافلات اللي كاينين دابا اللي هما حافلات يعني تليق بالساكنه البيضاويه فيها الويفي فيها كذا فيها الجوده في الحافلات يعني كحافلات. كاين ثاني كذلك تكامل مع لي باركينغ غولي يعني اللي غادي تكون يعني حتى هي غادي تكمل حتى هي ان شاء الله الرحمن الرحيم الضوء يولي الانسان يحط السياره ديالو في الباركينغ وهذيك الورقه باش حط السياره ديال الباركينغ هي ركب بها في الحافله. يعني كاين واحد الترابط والحافلات كلهم غيبقاو يكبوا في الترامواي كلهم يعني يكون كوريسبوندونس يكون مراسله بيناتهم. يعني راه هذا المفهوم ديال النقل راه مفكر فيه ماشي شي حاجه غير عشوائيه ولا كذا. فالحمد لله لسنا بعيدا من الحوادث العالميه الكبرى يعني استفدنا من التجارب ديال بعض الحوادث العالميه الكبرى في موضوع النقل اللي هو موضوع حيوي رغم الاكراهات الماليه اللي كاينه فيه. فيعني في كل تيكي كياخذ المواطن كل تذكره كياخذها المواطن راه مخلصه فيها المدينه تقريبا 40%. هو خصو مثلا يركب ب 10 دراهم كيركب ب 6 دراهم هذيك 4 دراهم راه كتخلصها جماعه الدار البيضاء. وراه عندنا واحد الكيميل ديال المبالغ اللي هي مهمه اللي كتقل الكاهل ديال الميزانيه ديال جماعه الدار البيضاء. يعني انتم تتبناوا هذا المشروع هذا واخا كاين في المعارضه حاليا تدافع عليه حيت تدافع عليه ندافع عليه لان درتو كيفاش انا درته مع السيد الرئيس سجيد ودرته مع السي العماري علاش 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 واحد الحاجه درتها وانقضوا غزلي لا ننقضوا غزل انا يعني انتم تتحمل المسؤوليه الا كان مشروع فاشل يعني العداله والتنميه باقي تابعكم هذه المشاريع شوف شوف تاتو الباسواي لان خطوط الترامواي كانوا تحسموا قبل لا بعد اولا بعد نقولوا على الباسواي بانه فاشل هذا تجني في تقديري بالزربوش بزاف خليه سميتو الزمن جزء من العلاج خليه سيدي تيخرج هذا كاين تعثر احنا دابا شنو انتقدت انا؟ انتقدت انه ما خرجش يبدا يدير السيرفيس ديالو باقي في ليزيسي. انا انتقدت التجارب بان طولت فقط. اما الباسواي بالعكس خاص يتزادوا خطوط اخرى. دابا كاين خط واحد اللي كيجي من الرحمه مدينه الرحمه وكيجي على شارع قم نصور وكيدخل وسط المعارف وكاين خط اخر اللي كيجي من السالميه وكيدخل على شارع محمد السادس وكيدخل القدس وكيمشي حتى الحي الليمون. هذا شيء مهم وكيجي علاش كيجي الحي الليمون لقيت كاين تما الخط كاين تما الخط في غادي قلنا الكوريسبوندونس يعني بعض الناس يقولوا القناه تهضروا في الباسواي يقول لك ما كانش يتوقف على حي الليمون كان يمشي حتى لقسمه الامين وهذيك لان وديما ممكن يكون تمديد من بعد ممكن يكون تمديد غير هو دابا يعني راه ما يمكنش دير كل شيء مره واحده كدير واحد الجهد كدير واحد الجهد وكيجي ان شاء الله دابا 16 مليار ديال الدرهم ماشي فلوس راه 50% من الاعتماد اللي تصدت في البرنامج ديال تنميه جماعه الدار البيضاء وتنميه مدينه الدار البيضاء البي دي جي سي 50% منه النقل 33 مليار ديال الدرهم تخصصت منها 12 16 مليار ديال الدرهم تخصصت منها النقل والنقل في العالم مدعوم ما كاينش نقل اللي هو مربح راه كاينه بعض الدول اللي كتهز المواطنين ديالها فابور وهي كتخلص كل شيء. حنا ما نقدوش على داك الشيء ولكن الدوله كنشكروا وزاره الداخليه على الدعم ديالها وكنشكروا وزاره الماليه على الدعم ديالها لهذا المشروع ديال الباسواي وديال الترامواي وديال كذا راه كيدعمونا وداروا مجهود كبير بزاف
للدار البيضاء ولا يمكن ان تترك لقدرها ولمقدراتها الذاتيه ولقدراتها الماليه الذاتيه، ما يمكنش نمشيو بعيد. فعلى كل حال كاين تدخل ديال المصالح المركزيه مشكوره، الداخليه، الماليه، وزارات اخرى معنيه، كاين تكامل مع جماعه الدار البيضاء. وخرج على علاقتك مع السي سجاد، قلتي 75% من التدبير كان في السي سجاد، ولكن كان تيبان انك تتعارض تجربة تاع سجيد من الداخل، يعني نعم انت سجيد انا وقتي انت يعني تتنساق بزاف الحوايج والناس يقولوا ان بحال اللي كانت واحد الخيانه. لا لا ماشي الخيانه، تجربه عدم سجيد كان كيحترمني بزاف، كنت كنحترمه بزاف، وقال لي من النائب ديالي اللي ما عمر تشكى منه شي مقاول هو العبد لله. وتلاقينا بالمناسبه بعد كان وزير ديال السياحه، تلاقينا في كولوار ديال البرلمان، وقال لي كيفاش، طرح لي هذا السؤال اللي قلتي، قال لي كيفاش انت بعد كنتي معايا نائب ديالي، كنتي خارج معايا ديما في لاين، ودابا مع صاحبكم ما عمرك شتك خرجتي كذا كذا. انا ضحكت معاه، قلت له السيد الرئيس واش بغيتيني نولي بواحد دوز الماركي على راسي؟ راه ما يمكنش دابا. راه ثم ما بغيتش انا نقول شنو السبب الحقيقي، السبب الحقيقي شنو هو؟ شنو الفرق بين السيد الرئيس وبين سي سجيد؟ سي سجيد كان كيخبي عليا، بعد كيخبي عليا الملفات، انا كنت كندير مجهود وكنكتشفهم بوحدي، بعد كنكتشفهم بوحدي كنتور، خصوصا الدوسي ديال ليداك. فيعني هذا هو اللي كاين. اما سي سجيد انا من ناحيه اجتماعيه كنت نزورو في البيت ديالو، داخل عنده واكل طعامه، وكنقدرو الى الان، وهو كيقدرني الى الان، فما كاينش الحمد لله شي عداوه، كاينش كذا، ولكن السياسه هي هذه. يعني ما كما قلت لك، واخا انا نائب المواقف ديالي تحيد لي بها التفويض، المواقف ديالي اللي هي مواقف مبدئيه، راه ما كاينش شي واحد اللي تلقى داك التفويض اللي يشرح لك 75% ديال الضرب اللي يكون سيره ويتلقى داك التفويض. ولكن انا بالنسبه لي بعد تنشوف شي حاجه اللي عندها مساس كما افهمها. طبعا انا لست معصوما، طبعا انا ماشي ما خطاش، ولكن انا كنقول بانه ضحيت بالتفويض على المواقف المبدئيه ديالي. اخر سؤال في هذا المحور هذا تاع مجلس المدينه، دازت سنتين على التدبير تاع التحالف لتسيير مدينة الدار البيضاء، بالنسبة لك شنو الهفوات اللي دار التحالف؟ واش التحالف قادر أنه يزيد بهذه المدينة القدام؟ خاصة أن كاين واحد الفرصة دابا ذهبية، هي فرصة كأس إفريقيا وكأس العالم، البعض يقول لا ما استغليناش هذه الفرصة هذه، الدار البيضاء ما عمرها غدير شي إقلاع حقيقي. لا هو فرصة فعلا، نتفق معك، يعني أن التهيئ ديال الكأس ديال الكاف والتهيئ ديال كأس العالم باشتراك مع إسبانيا ومع البرتغال، يعني هذا شيء مهم جدا، ويعني كاين دول اخرى اللي سبقتنا وقلعت في المناسبات الرياضيه الكرويه، والجاره ديالنا اسبانيا خير دليل على ذلك. حنا ماشي كنطمحوا كاع باش نقلعوا بحال اسبانيا يعني، ولكن على الاقل هذه المدينه اللي غيتنظم فيها كاس العالم خاص الوجه ديالها يتغير. وانا كنفهم، سياسيا التعيين ديال السيد وليد الجديد سي مهيدية داخل في هذا الاطار، لا بدا حنا مقبلين على واحد الاستحقاق كبير، واحد من الاسباب ماشي غير هذا بوحدو اللي كاين، ماشي الملف الوحيد هو هذا، ولكن ملفات هي، ولكن هذا واحد من الملفات الاساسيه. يعني لانه ماشي يكفي باش تخصص 330 مليون ديال الدرهم، 33 مليار تعطيها لسونارجاس باش تجي تصوب ملعب محمد الخامس وراك حليتي المشكل ديال الكاف وحليتي المشكل ديال كاس العالم. لا، هذا اصلاح الملاعب مهم، ولكن هذا غير جزء، لان الناس ما غاديش فقط على الملعب، الناس غتجي للملعب وغتجي للمدينه، اذا خاص الطرق تكون مزيانه، اذا خاص الحدائق تكون مزيانه، اذا خاص يكونوا اماكن للترفيه، اذا خاص يكون لي تواليت بيبليك يكونوا مزيانين، اذا خاص يكون واحد المجموعه ديال الامور في المدينه، خاص النقل يكون مزيان، خاص كذا، خاص خاص خاص. يعني ما نفهموش بان لا تلعب كاس افريقيا عندنا راه غادي نوجدوا التيرانات والسلام، التيرانات مهمه، هذا دابا كاين الحمد لله 330 مليون اللي تخصات ديال الدرهم اللي غتاخذها شونارجيس من عند، طبعا دفعتها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه لشركه شونارجيس باش تصوب، هو الا صرف عليه 220 مليون ديال الدرهم من قبل كازا اميناجمون اللي قبل منها. فاحنا كنقولوا بان هذا الشيء كل شيء مهم، ولكن بالنسبه لنا خاص رؤيه شموليه للمدينه باش تحتضن يعني واحد، واي ملعب راه غيتصاوبوا حتى ملاعب اخرى من غير ملعب محمد الخامس، كاع الملاعب الصغرى، ماشي صغرى، الملاعب المهمه في الدار البيضاء بحال ملعب مولاي رشيد، بحال ملعب تيسيما، بحال ملعب الزاولي، بحال واحد خمسه تقريبا ديال الملاعب حتى هما غيتصاوبوا في هذه المناسبه، وكنعتبروا هذا مكسب. ولكن ما تنشوفش بان الدار البيضاء يعني تعرضت واحد الضربه في الظهر، يعني الملعب الكبير كان يدار وسط الدار البيضاء، كان يدار في سيدي مومن ولا يدار للهوين على الاقل ولا يدار في النواصر، علاش تم اختيار بن سليمان؟ وعلى كل حال المهم في الحقيقه بعد تيشوف الانسان
المعاناة اللي كيعانيو الناس ديال المعارف والناس ديال المحيطين بملعب محمد الخامس في كل مباراة غيفهم علاش. طبعا هو كانت اقتراحات اخرى قبل كان باش يكون في المكان اللي كان في تقريبا في الهراويين القرويه اللي كانت اللي مسنده على الدار البيضاء مليونه، وكان اقتراحات اخرى باش يكون الملعب تما ما تيسترش. فبالنسبه لنا احنا يعني هذا الاختيار يعني اختيار ماشي خدته جماعه الدار البيضاء، هذه اختيار اختارته يعني الوزاره اللي معنيه، واختاروه الناس المدبرين والجامعه راه داخله، الجامعه الملكيه ديال الكره القدم تاع داخله في الموضوع. فهذا الموضوع راه ماشي غير راه يعني لسنا بدعا من المدن العالميه الاخرى. فيعني ما يمكنش ملعب يبقى كابوس وسط المدينه، ويبقى كل ما تلعب شي ماتش قد تهراس، تلقى كذا، تلقى الفيترينا مشات، تلقى الجيران يعني. ولكن كان يكون يعني كما قلت لي على الهراويين الشماليه، على سيدي مومن، كان يكون واحد المناسبه باش يقلع هذيك المناطق. لا هو دائما كاين استفاده ديال الاقلاع لهنا ولا هنا، غير هو يعني بعد تبغي دير واحد التيران اللي هو تيران هنا، التيران اللي غيتصوب دابا ماشي تيران عادي، ربما راه بواحد المواصفات اللي هي مواصفات دوليه وبحاله قلال في العالم. هذا بالشكل اللي كيقدموه، هذا تيران كبير، كنتكلموا على شي حاجه اللي ماشي هي ملعب محمد الخامس، احسن من ملعب محمد الخامس بكثير. يعني كنتكلموا على واحد المشروع اللي هو مشروع عملاق ديال الملاعب. فعلى كل حال المهم احنا بالنسبه لنا هذا الاستحقاق هذا اللي هو مقبلين عليه، غيكون فرصه باش يتصوب ملعب ديال محمد الخامس مزيان، وغتكون فرصه باش يتصوبوا خمسه الملاعب اخرى مزيان، وغتكون فرصه باش تصوب المدينه. وهذه فرصه باش تجي اعتمادات، لان الولايه السابقه شنو خدمها 33 مليار درهم اللي جات في عهد السي عبد الاله مكيران، 33 مليار ديال الدرهم اللي جات صح حقيقه بان المشاريع كلها توقعت قدام جلاله الملك، ولكن الحكومه كانت في الموعد. فدابا سيدي هذه الحكومه ياك التحالف دوينا قبيله على التحالف، ياك التحالف اللي مسير الدار البيضاء هو اللي مسير الدوله كامله ومسير الحكومه، ويجيبوا لنا حتى 33 مليار ديال الدرهم. ياك جا الامين العام ديال الحزب الاغلبي مسير الدار البيضاء، جا هنا للدار البيضاء ودار واحد الخطاب للناس ديالو ديال الهيئه السياسيه ديالو، وقال لهم غنعاون الدار البيضاء وغندير الدار البيضاء. ورينا سيدي حنتي داك، جيب لنا واحد 33 مليار ديال الدرهم اخرى بحال هذيك اللي جات اللي تصوبت بها الدار البيضاء، ونلقاو بها الكاف، ونلقاو بها كاس العالم، ونلقاو بها كذا، ونلقاو بها كذا. يعني هذا هو التحدي فين كاين، وهذا هو المفيد الى التحالف. اذا كانوا الناس قال لك سيدي التحالف اللي يقود المدينه هو يقود الدوله، يلا يكون تلاؤم ويكون انسجام. هذا هو الانسجام المهم اللي عنده ثمره وعنده نتائج، ماشي غير يعني تسيير ديال الحكومه من قبل اغلبيه معينه تسيير نادي المدينه، ولكن باش من رباح. فإلا ما جابوش لنا واحد المبالغ اللي هي مبالغ كبيره اللي يمكن تدير الدار البيضاء، ما كاين لا انسجام ولا والو. واخا نمشيو للمولاي رشيد، مقاطعه مولاي رشيد في الدار البيضاء، كاع المقاطعات يتطوروا، كاع المقاطعات يعرفوا اقلاع. خدنا المعارف، خدنا بالمسيك اللي جارتكم، خدنا سيدي عثمان، خدنا تسباته، ولكن مولاي رشيد تبقى هي واش لعنه يعني مقدره على هذه المقاطعه تاع مولاي رشيد بالدار البيضاء؟ لا هو باش من كاين تعثر، يعني باش نكونوا موضوعيين ونكونوا منصفين، كاين تعثر، ولكن ماشي دراماتيزيو الصوره كاع بحال هكا. كان تعثر شويه في الصفقات في البدايه، كانت بعض المشاكل كتعلق بالصفقات، وكاين شي مشاكل كتعلق بالانسيت، يعني كترجعوا لنا الصفقات، ولكن الحمد لله دوك الصفقات اللي رجعوا الاغلبيه الساحقه ديالهم عاود انطلقوا من بعد، وعاود دابا راه فتحنا منهم واحد المجموعه. بعد انا شخصيا فتحت يعني من الصفقات ديال لافواري داخل مولاي رشيد، وفتحت صفقات اخرى كثير ديال ابار التجربه الحاليه. ولكن دابا الصوره العامه تاع مقاطعه لا لا انا كندوك على انا كندوي لك على التسيير ديال المجلس الجديد، بانه كان تعثر في البدايه في الصفقات، وكان اشكال صحيح كان كيرجعوا لنا. شنو المشكل ديال ان مقاطعه مولاي رشيد، ما رغم ان الناس يكتبوا عليها، الناس هضروا عليها، ولكن الواقع ديالها ما تغيرش، باقي البداوة، باقا نفس لا البداوة كلام اخر. لا البداوة اسمح لي بالنسبة للبداوة، يعني سنهضروا على المنظر العام تاع لا ماشي مشكل ماشي مشكل. مقاطعة مولاي رشيد معروفة بأنها مقاطعة اجتماعية، ولكن داكشي اللي دار في مولاي رشيد في الولاية السابقة
راه ماشي ساهل 21 ملعب تصاوبها في مقاطعه واحده ماشي ساهله. تصاوب شارع واحد ب 40 مليون ديال الدرهم اللي هو شارع محمد بوزياد، والحمد لله عندنا دابا جوج ديال الشوارع اخرى راه كتوجد في الخطوط ديال التراموي بجوج، لا شارع الحارتي ولا شارع لقيد العلام. بعد غيسالي التراموي راه قريب، راه قرب يسالي، غيولي الوجه ديال مولاي رشيد وجه اخر. فيعني دارت حوايج مهمه، ولكن راه معروف بعد تيجي واحد المجلس جديد كيخصك واحد الوقت باش يلاه. حنا انا مثلا بعد خدمت كرئيس ديال المقاطعه، راه الولايه الاولى ما خدمتش بزاف، الولايه الاولى راه الثلاثه في الولايه الثانيه. لو كان الرئيس دابا الحالي تاع سي محمد جبير كان رئيس جماعه، كان رئيس ثلاثه الولايات قبل مني الاب تاوا ربما ديالو كان، لا ما كانش رئيس. السيد الحاج رحال معمرو كان رئيس ديال كان ولدو سي محمد جبير. يعني خصو الناس يكون عندهم تجربه. لا التجربه كاينه، التجربه كاينه. انا قلت لك وقع مشكل في الصفقات في التعثر ديالها ولا تعرف كيردوا لك على اقل حاجه، كيردوا لك سميتو ولا تجي مثلا كاع تبغي تفتح كاع وكتلقى مشكل، كتلقى واحد السبب كتلغي عليه الصفقه ولا شي حاجه. هادشي ربما الناس تاع مولاي رشيد باقي ما نساوش هذاك التهكم تاع العائله تاع جبيل الاب حول شوف مولاي رشيد. انا بالنسبه لي يعني الناس اش كيقولوا الهضره ديال كتا، انا كنبقى في واحد المستوى اخر، ما غنزلش انا لواحد المستوى اللي السيد رئيس كان رئيس قبل مني ثلاثه الولايات. مواطن راه كاين راه كيشوف. انا جيت بعد الاخطاء اللي درتي انت وانك تحالفتي مع هاد الناس هادو، لا لا تتقى يعني كما تتقول. بالعكس 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 انا بالنسبه ليا درنا واحد النوع من التحالف، ولحد الان انا الحمد لله المكانه ديالي في المقاطعه مكانه محفوظه، وكنسير وكنتعاونوا، لان ما يمكنش مقاطعه فيها رئيس سابق مدوز ثلاثه ولايات وفيها رئيس مدوز جوج ولايات وتفشل. كان واحد التعثر في البدايه راه استطعنا نطوقوه بتعاون مع السيد رئيس، بيني وبين السيد رئيس ومعانا ناس في المكتب اللي في المستوى، معانا ناس اللي مدوزين اربعه المجالس خمسه. وكيفاش قبلتي على راسك كنتي رئيس مقاطعه وماشي نائب رئيس مقاطعه؟ هذا هو ديال العداله والتنميه. هذه العداله والتنميه، العداله والتنميه هو تكون انت ديما صايق. لا سيدي ما كاين مشكل، هذا تدبير محلي. واش كنت بديك ندير لاباس من هذا الشيء وكنت كذا واخا خصني نبقى في واحد الموقع ديال الكوفوار؟ ما عنديش اشكال. الناس يقولوا بانك درتي لاباس. الحمد لله اللهم ولك الحمد. انا الحمد لله درت لاباس، عندي البيت ديالي، استاذ جامعي، دكتور دوله، يعني ما درت فيرمات، ما درت حتى شي حاجه، ما درت لاباس. درت لاباس يعني راه المواطن عارفين شكون كيدير لاباس وشكون اللي جاي يدير لاباس من هذا الشيء. وجدي والخروف كلهم معروف، يعني الحياه راه معروف. كنت انا كنبيع راسي عامل في ليداك بوحدو ندير منو لاباس، وكنت كنبيع راسي ميل في ليداك بوحدو، وكنت كندير لاباس كنديرها من الصفقات ديال الملاير اللي كنت كنحل في مجلس المدينه، واللي كما قلت لك السيد الرئيس قال لهم عمر شي مقاول ما جات شكا من الحياه على شي صفقه. كنت ندير لاباس نشد من الصفقه ديال الزفت، ونشد من الصفقه ديال الحدائق، ونشد من الصفقات 10%. وكون راه عندي لحد الناس بروا هذاك التشبط ديالك بالنيابه، وبانه هذاك التهريب كما تيقولوا التهريب ايام الانتخابات، بان راه سي الحياه راه عنده شي لا لا شي شي الحياه ما عنده في راسه غالب وداري. الحياه رئيس كان رئيس فعلا هي، وكان رئيس ديال المقاطعه، ولكنه الحزب ديالو رشحوا باش يكون في السياسه، راه باقي فيها من اي موقع. انا حنا نخدموا ماشي كاع انا في معارضه في مجلس المدينه، كاع معارضه ما عندي لا نيابه لا والو، وراني ديما حاضر وموجود دائما، وديما التدخلات وديما التوضيح وديما المناقشه وديما كذا. ما عنديش لا نائب ولا اول ولا ثاني ولا عشر. وفي مقاطعه مولاي رشيد راني النائب الاول، راني باقي خدام، راني باقي كاين في الصوره، راني الحمد لله يعني كندير المجهود ديالي باش نهضوا بهذيك المقاطعه وبتعاون مع السيد الرئيس. يعني ما غاديش نكون راه ما بقيتش رئيس، ما يعني ما عمر غادي يكون الانسان لا ينصر من صبح، راه ولا هو الرئيس وهو اللي يعني راه قائد، ولكن انا متعاون معاه كنائب اول ديالو. بالنسبه لك التجربه انت اللي راكبتي على طول هذه السنوات تاع تدبير الشان المحلي، اش هي الوصفه تاع مقاطعه مولاي رشيد باش دير واحد الانهاض اللي حقيقي ولا اقلاع اللي هو حقيقي ديال مولاي رشيد؟ مولاي رشيد ايوا مولاي رشيد. على كل حال انا كنقول بانه خاص كل واحد يدير الدور ديالو، خاص النواب كلهم يخدموا. يعني انا بالنسبه ليا يعني عندي تفويض ديال الاشغال، خاصني نخدم في التفويض ديال الاشغال مزيان، تعطاني صلاحيات وتكون مسائل وكذا، وهذا الشيء بدا الحمد لله. في الاول كان شويه ديال التعثر تاع هذا المستوى، كان شويه ديال التعثر، ولكن دابا الان عندي الصلاحيه انني نخدم، وعندي الدور الخضر من السيد الرئيس وكذا، والتعاون مع الموظفين اللي عندنا وكذا الى اخره كاين.
خص كاع النواب كاملين كلهم كل واحد اللي في شي بلاصه راه يقوم بالدور ديالو وتكاتف الجهود كما قلت لك راه معنا نواب اللي في المستوى اللي عندهم تجربه كاين اللي مدوز 5 المجالس كاين مدوز اكثر فيعني ماشي سهله راه تجربه ما تنقصش التجربه فإلا كانت ان شاء الله تضافر الجهود بيننا كاملين راه هنا نهضوا وخص التعاون ديال مجلس المدينه جماعه الدار البيضاء خص تعاون مولاي رشيد لان مولاي رشيد يعني المقاطعه اجتماعيه وهشه خاصها وتدخل خاص وكان زارتنا السيده الرئيسه وشافت واحد المجموعه ديال 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 الاختلالات اللي كاينه في التنميه وراها وعدت خيرا ورحنا متبعين معها باش سميتو مثلا هو الشارع ديال دريس الحار الشارع ديال سميتو عبد القادر الصحراوي راه 80 مليون ديال الدرهم ماشي جوج دريال راه وهو الحمد لله دابا راه الامور ديالو انطلقت وراه الصفقه ديالو غادي في القريب غادي تتلاح فتلونسا فيعني الحمد لله كاين مجهود ماشي ما كاينش مجهود وراه دارت لحد الان صفقه كبيره ديال فلافواري يلاه اكزيكيوتات يلاه تنفذت وراه بشويه بشويه الامور كت راه ما يمكنش الشعب المحلي راه ما فيهش غير خاتم سيدنا سليمان راه كاين كما قلت لك واحد العام بعدا مشى لنا في ارتباك غير باش تعقل على فين تا وفين كذا وفين هذه ودابا راه بدات الامور القطار تحط على السكه ديالو راه الامور غتنطلق ان شاء الله. سي الحياة شكرا جزيلا على قبول الدعوة المواضيع كثيرة ولكن الحيز حليل شكرا سي الحياة تحياتي وشكرا لك أنت أيضا شكرا لك على الاستضافة العفو سي الحياة العفو مرحبا متتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.